عايزة تعرفي الراجل اللي قدامك بيحبك ولا لأ، اتعرفي عليه من خلال أفعاله مش من خلال كلامه. كلنا بنعرف نتكلم، وكلنا بنعرف نثبت، وكلنا بنعرف نقول أنا بحبك، أنتي أملي، أنتي وحشتيني، أنتي حياتي، أنتي مرات المستقبل، أنا مش شايف غيرك، كل اللي قبلك حاجة وأنتي حاجة تانية، وأنا وكلمت أهلي عليكي، وأنا وهحوش واجي واتقدم وهتجوز والعيال هنسميهم سوسو توتو وموتو، وأنا عايز أخلف منك دستة يبقى كلهم شبهك. الكلام سهل، الفعل صعب. عايزة تتأكدي إن الراجل اللي قدامك بيحبك ولا لأ، شوفيه بيتصرف معاكي إزاي. اهتمام، رجولة، أكشنز زي ما بيقول. الأكشنز دي اللي هي التصرفات، التصرفات دي ساخي أنكل عايزة أتجوز بنتكم. كفاية نصدق رجالة بتعرف تتكلم، تعالوا نحب رجالة بتعرف تتصرف. الشخص اللي قال الراجل يتعرف من كلمته أو الراجل بيتربط من كلمته ما كذبش، لأن الراجل كلمة. وقف جنبك يبقى راجل ورجولة ومية مية وكفاءة. أنا بقول إنه الراجل المحترم يستحق الرعاية، الراجل المحترم يستحق الاهتمام، لكن مفيش أي راجل في الدنيا يستحق التخطيط، مفيش أي راجل في الدنيا يستحق نقول عليه ده لقطة. ليه لقطة حبيبي؟ عنده تلات رجلين وتلات إيدين، ليه أصبر على راجل مضايقني؟ ها؟ ما هو ده اللي بقوله بقالي تلات سنين. الصبر والحنية والاهتمام والفرص دول بيجوا بعد مرحلة اسمها الإثبات، إن الشخص اللي قدامي يثبت إنه جدير بيا. فلما يثبت إن هو جدير بيا أهتم وسامح وأرعى وحافظ وحب. ها؟ لكن عشان هو يوصل للمراحل دي، مش هقولك لازم يتعب يا ستي، مش هقولك لازم يتعب، بس لازم يثبت انه جدير بحبي، وجدير ان انا اكون زوجته زي ما هو بيقول انا هخليكي تبقي مراتي. طب ما انا كمان يا حبيبي خليك تبقى جوزي، ولا انت هتتجوز بنت خالتي وانا مش عارفة؟ وجدير باهتمامي. فمفيش راجل لقطة، الراجل اللقطة ده فكرة مش موجودة. ها؟ هو راجل لقطة وانا كمان بنت لقطة، انت كمان بنت لقطة، سيربرايز، مفاجأة. ها؟ فبلاش والنبي نقعد نخطط ونصبر واصل هو بيعرف عليا فاصل هو مش واخد باله مني. ما ان شاء الله عنه ما خد باله حقيقي والله، لان هو لو ما خدش باله في الاول مش هياخد باله في التاني، ولو هياخد باله في التاني هتبقي ايه؟ هتيجي كده. ها؟ يعني هيبقى هو بيتفضل عليكي انه عارفك لان هو عارف ان هو عاجبك. مركزة انت معايا، انا شايفاكي وعارفاكي، واخده بالك انت معايا؟